ما زلنا مع اتصالات الإخوة والأخوات، وناخذ اتصال الأخ إبراهيم من الحوطة. تفضل يا إبراهيم. السلام عليكم، مساء الخير أستاذ عبد الكريم وصلاة الشيخ صالح. عليكم السلام، حياكم الله. الله يسلمك. كان عندي سؤال في بعض العبارات سماحة الشيخ تطلق، أنا أريد بس هل مثل هالعبارات جائزة، مثلا خاصة في أوقات مثلا العزاء والموت يقولون مثلا بعض العبارات البقاء لله والبقية في حياتك أو كذا، يعني هل مثل هالعبارات مثلا جائزة أن الإنسان يطلقها، أو هناك مثلا عبارات أفضل من هالعبارات هذه؟ شكرا. أما قول البقاء لله هذا صحيح، قال جل وعلا: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فلا يبقى إلا الله سبحانه وتعالى. وأما قولهم البقاء في حياتك فهذا لا يجوز، ما أحد يبقى إلا الله سبحانه وتعالى، فلا تقال هذه العبارة البقاء في حياتك. لكن لو قال بارك الله في حياتك وأمد الله في عمرك أو ما أشبه ذلك لا بأس. نعم.